ازيكم احلى متابعين واحلى مشاهدين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة ويومكم جميل ان شاء الله. النهاردة ان شاء الله هنعمل البامية باللحمة، وهنعمل جنبها البتنجان المخلل بتكات وحركاته زي بتاع المحلات واحسن منه كمان، وحاجة نظيفة في البيت. بس قبل ما نبدأ الفيديو بحب اشكر كل حبايبي واخواتي من جوه مصر ومن بره مصر اللي دايما بيبعتولي وبيساندوني وفاهميني وفاهمين نيتي الصافية وفاهمين شخصيتي. بجد انتوا احلى حاجة في حياتي واحلى حاجة طلعت بيها من اليوتيوب وجودكوا. على قد ما اليوتيوب مليان بنوعيات والعياذ بالله، بس انا سعيدة وفخورة بيكو ومعرفتي بيكو ودمتم في حياتي. في البداية هنسمي ونصلي على الرسول، وهنبدأ بقى في طريقة البامية. جبت حلة فيها شوية زيت أو سمنة وبصلاية كده بشرتها، وهبتدي إن أنا أشوحها. وطبعا اوريدي هكون غسلة اللحمة ومحضرها. أنا خدت شوية شمبري على كام حتة كده ضاني، عشان لو عملتها ضاني بس لوحدها في ناس هتزعل مني في البيت ومش هتاكل البامية، فقلت ايه اطعم بيها البامي. هنزل بقى باللحمه، وزي ما قلت لكم في بدايه الفيديو اليوتيوب زي ما عرفني بناس بصراحه والعياذ بالله من نقل كلام وتوقيع بين الناس ونيه غير صافيه، ومش عارفه هيستفيدوا ايه من كده. انا حبيت بس اوضح لكم الصوره وافضفض معاكم. على قد ما انا لقيت النوعيه دي من الناس، على قد ما لقيت ناس نظيفه جدا وقلبها صافي وفهمتني وربنا رزقهم بالبصيره. اصل مش اي حد ربنا يرزقه بالبصيره. الناس دي نظيفه جدا وجميله جدا، وانا سعيده ان انا عرفتهم بجد. على قد ما بكون مهمومه وحزينه بلاقيهم بيدعموني وعايزيني استمر في القناه وعايزيني ارمي كل حاجه ورا ظهري. انا من هنا بقول لكم انا هسمع كلامكم وهعمل بنصيحتكم وهستمر، وان شاء الله القناه تكبر بيكم وليكم، وربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. يكفي ان في انسانه جميله جدا من المتابعين بتوعي قالت لي كفايه ان انت ما بترديش على اي اهانات توجه ليكي او اي كلام من ورا ظهرك، وده ان دل فبيدل على تربيتك واصلك الطيب واخلاقك. بجد الكلام ده انا بعتز بيه جدا وعلى راسي، وتحيه كبيره ليكي وبحبك في الله. نرجع بقى لموضوع الباميه. انا شوحت اللحمه مع البصل. طريقتي في اللحمه يعني مش بحب اعملها في شوربه على طول، لا بحب اشوحها مع البصل والثوم. انا حطيت شويه ثوم دلوقتي مع قرن من الفلفل الاخضر، ولو طماطمايه متقطعه قطع صغيره ماشي اوكي. التشويحه دي بتدي طعم حلو جدا، بتدي شوربه هايله، طعم الطبيخ بيطلع مميز. حتى لو جيتوا تعملوا فته وشوحتوها بالمنظر ده وضفتوا ليها الميه بعد كده عشان الشوربه برضو بتبقى طعمها حلو جدا. هجهز بقى في الخلاط كمية الطماطم، وبعد ما شوحت اللحمة كويس هنزل بقى بالطماطم على اللحمة. اللحمة دي من نوع اللي مش هتاخد سوا، لان انا قلت للجزار عايزاها شمباري للخضار فمش هتاخد سوا خالص. ضفت بقى شوية مية من الحنفية عادي، وبعدين لما تغلي هنزل بقى بالبامية وهقلبها بقى كده معاهم. لو تلاحظوا ان ما ضفتش اي بهارات، مش عايزه اضيع طعم الباميه، انا بحبها كده بطعمها الحلو الاصلي بتاع زمان، ودي طريقه امهاتنا في بيوتنا زمان نفس الطريقه دي. يعني هضيف بقى شويه ملح وشويه فلفل اسمر بس كده، ولو امكن ممكن شويه كمون صغيرين. الكمون في اي طبخه بيدي برضو فليفر حلو جدا. كده بعد ما خلصت معايا الباميه بقى، وهنروح بقى على الجزء الثاني البتنجان. مش هينفع ناكل الباميه من غير بتنجان خالص. هعمله معاكم بطريقه مميزه، وممكن تعملوه كميات تشيلوه في الفريزر ممكن او الثلاجه قصدي، ممكن يقعد معاكم بالشهر. انا النهارده هعمل كميه يعني مش كتيره، بس انتوا على حسب رغبتكم. هقشر الكاس بتاع البتنجان، مش هفتح البتنجان خالص،
هشيل بس الجزء العلوي اللي فيه، وبعد طبعا ما غسلته كويس، وهكون مجهزة بقى على النار شوية مية، ولما تغلي هنزل فيها بالبتنجان. شوية المية دي بقى ممكن تحطوا فيها شوية ملح أو حاجة. نزلت فيها البتنجان، اخترت صينية معينة للسلق علشان لما ننزل المية بتاعته ما تبوظش الحلل يعني. بعد كده هفتح بقى البتنجان بعد ما يتسلق بالمنظر اللي انتوا شايفينه كده، مش هفتحه من اول فوق، هسيب الحتة اللي فوق مقفولة، وبعد 2-3 سنتي كده هفتحه لغاية الاخر، وهكون مجهزة بقى الحشو بتاع البتنجان، شوية توم بقى حلوين كده محترمين ولاد ناس دقتهم في الهون، مع شوية فلفل، مع شوية مع طماطمية مبشورة، مع حبة خل او ليمونة، وهبتدي بقى ان انا احشي بيهم البتنجان. جربوا الطريقة دي، الطعم بصراحة مختلف جدا عن اي طريقة انتوا بتستخدموها. زي ما انتوا شايفين قطعت قطع من البنجر حطيتها في المية مع البتنجان علشان يديها اللون الاحمر. ممكن ان احنا نحطه في حلة، حلة التلاجة دي يعني، وهننزل عليه بقى. بصوا انا فاضل عندي شوية من التتبيلة، ضفت عليها شوية من المية المغلية بتاعت البتنجان، ما ترموش المية دي، هناخد منها شوية وهنضيفها زي ما قلتلكوا على الثوم والحاجة اللي فاضلين شوية صغيرين. وطبعا زودت الملح فيها مع شوية شطة، وهنزل بيهم بقى على البتنجان. ممكن البتنجان ده يترص في برطمان وفي الاخر ننزل بالمية دي، ده لو هتعمله كميات كبيرة، لكن انا عشان عملت على قد النهاردة بس فضفت عليه المية دي. وادي الاكلة بعد ما غرفتها بقى، والريحة قلبت المكان وقلبت المطبخ، بصراحة طلعت في منتهى الجمال. اتمنى فيديو النهاردة يعجبكم. استنوا ما تمشوش، يا ريت اللي دخل يشوف الفيديو ما ينساش اللايك والشير وكومنت حلو كده، وتفعلوا الجرس على الكل عشان فيديوهاتي توصل ليكم قبل الكل. وكده خلصنا الفيديو بتاع النهارده، اشوفكم في فيديو جديد. دمتم في حفظ الله، بحبكم في الله.